مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج ابن مصر. الموسيقى هي غذاء الروح وغذاء كل المحبين. الموسيقى تعطي روحا للكون وأجنحة للعقل وتحليقا في الخيال وحياة في كل شيء. الموسيقى تعطي مساحة نحو التأمل والمزاج والإلهام. هي جوهر الكون وسحر خاص وحديث الملائكة وخمرة الحب. كل الفنون تسعى لأن تكون موسيقى. الموسيقى حينما تقترب الروح من الروح فتكون كنداء صلاة تطهر النفس وتنقيها. عجيب أمر هذه الموسيقى، لأنك عندما تسمعها في أي مكان وعندما تمس أي شيء في وجدانك لابد أن تجعله صافيا نقيا. في العقائد كان هناك اختلاف حول الموسيقى، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. من العقائد ما كان يستعمل الموسيقى لبث الإيمان في نفوس الناس، ومنها ما كان يجعل الموسيقى حرام فتقترب إلى الحلال البغيض. وفي هذا الأمر هو اعتراف ضمني بأهمية الموسيقى وتأثيرها في نفوس البشر. ابن مصر في هذه الحلقة، عندما تعزف الموسيقى تكون أنت الموسيقى. حياته عبارة عن مجموعة من الجمل الموسيقية تعبر بشكل أو بآخر عن هويتنا المصرية. هو واحد من صنعوا جملا موسيقية أثرت في وجدان العديد من الأجيال وارتقت بالذوق العام. له الفضل والريادة في تكوين أول فرقة مصرية موسيقية شبابية، فرقة المصريين. عاصر نجوم الزمن الجميل، لحن للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ولنجاة الصغيرة وفايزة أحمد. قدم للفن مجموعة من النجوم الكبار، هو الذي قدم الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب. تسمع بعض الأفلام وتندمج مع الموسيقى التصويرية، بل تستمتع وتعيش حالة وجدانية دون أن تعرف أن أياديه البيضاء هي صاحبة عزف هذه المقطوعات الموسيقية شديدة الروعة. هل تعلم أنه من لحن الموسيقى التصويرية لفيلم المشبوه؟ هو من لحن شمس الزناتي؟ هو من لحن غريب في بيتي؟ هل تعرف أنه هذا الرجل ابن مصر هو الذي لحن الموسيقى التي يحبها المصريون لأغنية عدوية الشهيرة زحمة يا دنيا زحمة؟ ابن مصر في هذه الحلقة هو ابن طنطا الذي وصل إلى العالمية، فتسمع موسيقاه لونجا 79 على نغمات المسلسل الأمريكي الشهير رامي، والتي كرم في هذا المسلسل واحد من أبناء مصر كأفضل ممثل في الجولدن جلوب، هو رامي يوسف. ابن مصر في هذه الحلقة نستطيع أن نقول أنه صانع النجوم، وأنه ملحن عبقري وموسيقار شديد الروعة. أشعر بسعادة وحالة وجدانية وأنا أجلس مع هذا الرجل. رغم ديانته المسيحية إلا أنه يعطي دائما دروسا في الوسطية والاعتدال، فيقول أنه مسيحي مصر مسلمو الثقافة. هو تركيبة مصرية مختلفة، لكن تشعر عندما تجلس معه أن ملامحه كلها مصرية. أشعر بسعادة غامرة وأنا أجلس مع الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة. أهلا بحضرتك يا أستاذ هاني. أهلا وسهلا. أهلا بيك فضل. ده أنا بعد المقدمة دي المفروض أروح. ده أنا اللي المفروض أروح. أنت ما سبتش أنا... حاجة والمقدمة فخيمة وأنت لغتك هايلة الحقيقة، حاجة أشكرك أستاذ هاني. أنا في غاية السعادة والامتنان وأنا أجلس في حضرة هذا الاستديو. يعني إيه الإنسان يبقى موسيقار؟ أول حاجة ما هيش كلمة فخيمة. موسيقار يعني اللي كارو الموسيقى. نعم. ميوزيكار. زي ما انت تقول ايه،
نجار كار لما كانوا هنا التراكوة علمونا كار دي كار دي اللي هو كارو المهنة دي. نعم. فأنا موسيقار بما إن دي مهنتي. أنت حضرتك يعني مسيحي بتقول الدين بني على خمسة، وبعدين لاحظت في كلام حضرتك أنك دايما تقول أحاديث نبوية شريفة وبتقول آيات من القرآن الكريم، إيه السبب؟ السبب أن سيدنا علي قال علمني الرسول العلم. نعم. ولا العلم ألف باب، كلما فتحت باب وجدت ألف باب. السلام. طب إزاي الراجل ده عرف ما لا نهاية قبل إحنا ما، بس الفراعنة كانوا عارفين ما لا نهاية دي. نعم. كان عندهم تعبان عامل زي التمانية كده وحاطط ديله في بقه، يعني مفيش نهاية. ما لا نهاية. ما لا نهاية. نعم. هم عرفوه. فطبعا لما يكون في حد بالحكمة بتاعت سيدنا علي، ازاي ما يعني ازاي ما اتكلمش بيها؟ انا نعم. بتكلم بأي واحد عنده حكمة. والحكمة دي بتأمني قوي. لأن برضه في القرآن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. نعم. الكلام اللي احنا بنقوله ده ما هوش كلام. واللي الناس بتاخده على انه خلاص انا متدين، لا. لا، انت لازم يعني تتامل وتتدبر، لان ربنا امرك بكده. نعم. تامل وتدبر. نعم. الواحد لازم يتدبر اي كلمه حلوه يمشي عليه. يعني انا مثلا ايه، امشي دايما على كلام سيدنا علي، ليس كل ما يعرف يقال. نعم. ليس كل ما يقال قد حضر وقته، قد جاء أوان. نعم. ليس كل ما حضر وقته قد حضر أهله. نعم. نعم. صحيح. فلما أنت تبقى عارف كده وتاخد منه كده وبعدين كده وما تقولش إلا كده، ده النوع من الحكمة الرهيبة. نعم. ما توجدش نفسه تشكيلة دي من الحكمة. تخليني أرجع معاك للذاكرة، يعني للوراء كده قليلا. طنطا. طنطا دي حالة وجدانية مختلفة. أولا حالة الموالد الدينية اللي موجودة فيها، طبعا الابتهالات الدينية اللي موجودة، صوت النقشبندي، صوت الشيخ الحصري، ده في الدين نجوم كتار خرجوا من هذا المكان مع بيانو والدة حضرتك وعودها. حالة وجدانية شكلت طفولتك، إزاي كانت عاملة إزاي هذه الطفولة؟ لا هحكي لك حكاية بقى عشان تعرف إن طنطا بياند ده كمان فوق ده. مرة بقى احنا في حصة العربي مدرس اللغة العربية شرح لنا ازاي سيدنا محمد كسر الأصنام والحجارة وانها لا تنفع ولا تضر، وكان عندهم إله عجوة ساعة ما يجوعوا يقطموا حتة من دراع ولا بتاع ياكلوها، وشحننا جامد جدا. واحنا طلعنا من برا المدرسة، العيال عمالين يشدوا من واحد راجل اللي بنسميه درويش، لابس مقطع وحالته كارب وما شافش حمام طول عمره وبتاع مش عارف ايه، يشدوا منه الحجر اللي هو ماسكها كده وهو يشدها منهم ما بيعرفش يتكلم، وهم يشدوه عشان يعكسوه. وانا بقى ايه دخلت عليه بهيئه العلماء الكبار وانا قد كده في اعدادي. ايوه. قلت له سيب الحجر ده يا ابني، لا ينفع ولا يضر. ده شك خفي. الكلام بقى اللي انا سامعه منقله زي الايه؟ زي ما هو الحمار يحمل اصفارا. فقيت راجل كده بجلبيه مهيب قال لي سيبه يا ابني، رب الحجر محنن قلب الحجر عليه. يا سلام. ايه ده؟ فتعلمنا بقى ايه الروحانيات قبل ايه؟ اغسل يديك قبل لا تؤجل عمل اليوم وده كان على فكره كصوت احنا حافظين الحاجات دي صم. لا تؤجل على اليوم الغد، مش حاجه الحكمه اللي بتبقى مكتوبه في اخر صفحه في الكتاب. اللي انت من كتر ما هي ممله تبجها، يعني بتعمل تاثير عكسي. اغسل يديك قبل، ما احنا عارفين يعني ما قلت لناش حاجه جديده. كويس. فلما تكون انت بقى في بيئه الناس فاهمة الدين صح، وده راجل عادي لا هو يعني قمة في الثقافة ولا هو واخد نوبل ولا حاجة، لكن في روحانيات يعني، لكن فاهم الدين. أصل هو فاهم الدين كويس قوي قوي قوي. هذا الشخص ما حدش يرضى يصاحبه تماما. نعم. وعايز صاحب، فربنا حنن قلب حجر معينة إنها تبقى صاحبته وتم جنبه ويعتز بيها وكده. نعم. وده اللي يدلك على إن الملكية
أهم من أي حاجة. كل واحد لازم يتملك حاجة، جاكيتته وجزمته وكذا كذا كذا كذا. لكن أنا بتخيل أن أنا بسمع موسيقى تصويرية، وبتخيل الأستاذ هاني شنودة وهو طفل في طنطا، وحابب أتعرف على الأسرة والطفولة، الملامح اللي كانت موجودة في طنطا. أولا إحنا أسرة عادية جدا، الأب صيدلي، بس يعني الحقيقة متفتح المخ، لأن طبعا إيه، أنا لما يعني دخلت أوضة البيانو ولقيت نفسي وخشوا عليا ان انا ما اخش ثانوية عامة، انا كنت ماشي معقول يعني، مانيش الاول ولا بتاع، لكني كويس. وانا كنت علمي، فالعلم ده على فكرة فادني قوي في الموسيقى. فادك ازاي بقى؟ قال لي طيب خد بقى ثانوية عامة، وكان فاكر انها خطوة بخطوة يعني، ثانوية عامة ونشوف هتعمل ايه. خلاص خدنا ثانوية عامة، لازم يقول لي ايه، عمامك مش موافقين على انك تخش كليه التربيه الموسيقيه. وهيجوا النهارده عندي في الاجزخانه، ففوت عليا علشان هم ناويين يقنعوك. يعني كانت الاعمامك رافضين دخولك المجال الموسيقى، لانه كلهم يا اجزخانجيه يعني صيادله، يا اما اطباء. واحنا ما فيش بقى، قعدوا يتكلموا، واحنا ما فيش في عائلتنا حد كده وبتاع، على اساس الموسيقى دي يعني انحراف. ايوه. قلت لهم عايزيني انحرف واطلع صيدلي، انا ما عنديش مانع، بس اطلع صيدلي خايب، موسيقي هبقى موسيقي كويس، فاضل ايه، اصرف على نفسي. يعني واجهتهم ان انا لو طلعت صيدلي هبقى صيدلي خايب، لانك مش حابب الصيدله. فاذا سمحتوا بقى، لو كل واحد فيكم يتنازل لي عن فدانين يكتبهم لي عشان اقدر اسند عليهم في الوقت ده. ايوه، في وقت الخيبان ده يكون كويس. وانا هستاذن بقى وحضراتكم فكروا. ومشيت. بالليل بقى ابويا بيقول لي اما انت خلفتي ولد، دخلنا غمام وخرسوا تماما، وقام دللين راسهم. بدات تشعر انك يعني طبعا كان لديك رغبه للدخول لكليه التربيه الموسيقيه، لكن امتى بدات تشعر انك من الممكن ان تكون موسيقارا او عازفا، او بدات تحب الموسيقى؟ كان امتى هذا التوقيت؟ والله انا كنت كل ما اغني امي تقول لي بس ما تغنيش صوتك نشاز. فما كانش في دماغي ان انا ابقى موسيقى ولا مش عارف، بس انا مره دخلت اوضه البيانو ودست نغمه، لقيت فيها نغمه تانية. قال طب دي فيها دي ودي فيها، قعدت بقى بجدول واكتب ان دي فيها دي ودي فيها دي وبتاع، وانا ما اعرفش حاجه خالص. ايوه. واتضح ان ده اعلى حاجه انت توصل لها. يعني اللي هو التوافق والتنافر. نعم، الصوت النشاز والصوت الحلو. ليه ده متوافق وليه ده متنافر؟ ولما بقى طبعا كبرت وبتاع مش عارف ايه، قريت ان مسيو رامو اللي عمل بقى نظريه، اول نظريه في الهارموني والتوافق، راح لعمده باريس وقال له انا شايف ان الثانيه متنافره والثالثه متوافقه والرابعه متوافقه والخامسه، لكن السابعه مش متنافره. فعمده باريس شكل لجنه من العلماء الحساب والموسيقيين وكذا وكذا، قال لهم شوفوا لنا ايه الحكايه دي، فعملوا اول خطوه في نظريه الهرم. بس تخيل انت بقى لو رحت للمحافظ انا وقلت له النوته ومش عارف ايه، دخلوا المستشفى امراض عقليه. انا عايز اسمع منك لحن. قد يكون سؤالي لما اقول لك انت يعني شايف مصر النهارده ازاي، ممكن ده لما اقوله لاديب او كاتب احب اسمع منه كلام، بس لما اقول لك حالتك النفسيه النهارده عن مصر، فانا مش محتاج غير ان انا اسمع من حضرتك لحن كاجابه على هذا السؤال. انا هختار من الحاجات اللي انا يعني بحبها موسيقى فيلم لعزاء للسيدات. لعزاء للسيدات بتاع فاتن حمامه، واصل ده كان له قصه طويله عريضه، بس الفيلم ده انا بحس ان ده ملخص مشاعر كتير
من المشاعر اللي انا بحس بيها مع المصريين. نسمع هو نسمع اللحن ونحكي قصته وعلاقتك بسيدة الشاشة العربية. مشاهدينا الكرام مجددا، حالة من السعادة والبهجة وأنت تجلس في هذا المكان بصحبة الموسيقار الفنان القدير الأستاذ هاني شنودة. عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر يعزمك على العشاء وما تروحش. لا وانت لسه تعرف برضو البيئة كانت ازاي. ايه بقى البيئة احكي لي. احنا بنلعب موسيقى غربي او اللي بيسموها الناس هنا غربي. هي عالمية. ليه؟ مش غربي لان ساعات فرنساوي ساعات انجليزي ساعات اسباني ساعات اي حاجه تاني. حتى في اغنيه كان السي باتا باتا دي افريقي ونجحت عالميا. فاحنا بنلعب موسيقى عالميه. وبعدين الفنان الكبير عبد الحليم حافظ لما يجي لنا وفي البيتش وفي الجيرل فريند وفي السينما وفي الشله وفي بتاع مش هسيبهم اروح اكل بالشوكه والسكينه. اثنين انا مش فاهم ايه الغرض. انا بصغري ده صغر سني اروح اتغدى عند راجل بالهيلمان ده يعني مش لاقي لها اي معنى اياميها. النهارده بقى انا نادم يا ريتني رحت. الواحد بص دايما وانت صغير تعمل غلطات تندم عليها وانت كبير ويتهيأ لك انها كانت غلط وبعدين تكتشف انها كانت صح. لأن مفيش تصرف غلط وتصرف صح. وفي تصرف اللي انت حاسس بيه وقتها وما تندمش عليه لأن at the time او في هذا الوقت ما كانش عندك اختيارات. ما كانش عندك غير ده. نعم. لكن الفنان عبد الحليم كلمك وقال لك تعالى لي البيت رحت له بعد كده. ما قاليش تعالى لي البيت. هو كلمني لما جينا القاهره. احنا بنلعب في اسكندريه في الصيف كان بيجي لي. ده كنتوا بتلعبوا المصريين ولا لوكتيشا في الوقت ده؟ لوكتيشا. كنا بنلعب في فندق فلسطين. 1500 شاب بقى بيرقصوا ويتنططوا وبتاع. كان موسيقى غربيه. ده بعده غربيه صرف يعني. عالميه. ماشي. فطبعا عبد الحليم حافظ لانه فنان شاف المستقبل. شاف المستقبل للمزيكا دي.
ال 1500 نفر بييجوا عشان يتنططوا عليها. فلما جينا القاهره بقى كلمني بالتليفون طبعا. كان تليفون ارضي ما كانش فيه لسه موبايل. وقال لي هنا انا جبت جهاز اسمه سوبر سينز. قلت له استاجه انا عارف ده ايه وقري عنه في المجلات الموسيقيه. فقال لي السي ار اي جي. قلت له انا جاي لك البيت فين؟ قال لي زمالك جنينه الاسماك. قلت له الف ميعاد لي. رحت رايح على هناك ضربت الجرس فتحت لي ست سمر كده السياره. لا سلمت ولا قلت السلام عليك ولا اي كلمه لاني شفت الجهاز جوه. دخلت على الجهاز جري حطه في الكوبس وقعدت بنلعب بقى سترينجر نايت اف يو جو اواي ماي واي نيميكيتا باي الحاجات اللي احنا بنلعبها في الفتيشة. سابني فتره كده وطلع. شوف بقى ده حكيم حكيم وجبار جبار مخ جبار. قال لي اسمع هاني ما تعرفش حاجه من الحاجات دي تلعب في قهواك. طب العبها لي. قعدت الجهاز ده بيقوم مقام الوتريات. مش هو عنده كام وتريه ممكن كل دول يختصروا في الجهاز ده ويخلصوا. فلعبت له قهواك بقى بتنويعات بطريقه وطريقه ثانيه وطريقه ثالثه وطريقه. قال لي وقف بقى. وقفت. قال لي انا عايزك تعمل لي فرقه صغيره زي البتيشا. من هنا خرجت فكره المصريين. هي دي احدى جوافت. نعم. فقلت له بس انا ليا شرط. فوشه بقى طبعا ايه؟ كشر. لان طبعا مين بيشرط على مين؟ ده هو الهرم الاكبر في مصر دلوقتي. وانا بقى حصوايه في البتاع يعني ايه القصه دي؟ ايوه. فقال لي خير. قلت له انا لاعب على الجهاز. قال لي ما انا جايبه لك. هرجعها بقى شويه. والاستاذ مفيد فوزي لسه عايش الله يرحمه. قال لي قابلني مره قال لي انت غلبتنا يعني. انت غلبتكم بايه؟ قال لي اصل عبد الحليم قال شوفوا لي الولد ده بيحب ايه عشان عايزه. فروحنا كلنا قلنا ما بيحبش حاجه. قال ما فيش حاجه اسمها كده. هو شوفوا لنا بيحب ايه. فانا كنت عند واحد بيصلح لي الكاسيت. قلت له اعرف هاني شنو ده؟ قال اعرفه. ده بيحب ايه؟ قال له لو في جهاز جديد او في سماعه غير عاديه او كذا وكذا يبيع بقى الدنيا ويفضل قاعد جنبها وايه سعيا للتطور والتكنولوجيا. فحب عبد الحليم. فاحنا اللي رحنا نقول له فزي ما انت حضرتك قلت دلوقتي راح جاب لي ده من لندن وجه. يعني كان سعي وحكمه من الفنان القدير عبد الحليم حافظ. وسعي وراء عازف في هذا التوقيت علشان يعني يكسب وده طبعا وقربته. فكان المدخل انه يجيب اداه حاجة جديده بحبها. حاجه انت بتحبها. لعبقريه من عبد الحليم حافظ. خلي بالك بقى عبقريه ولا من اللي انا قلتها كذا مره. اصلا مش فاهم اصل واخد معايا اصل بتاع بالتزوير. هو ده اللي عمل ده وعززت وجودك عنه. عشان كده في مذهب بيقول لك ايه المجد للشيطان لانه قال لا. قال لا. نعم. لو كان الشيطان سجد ما كناش احنا جينا. نعم. خلينا نتكلم عن تجربة أو اكتشاف. كان زمان في الكورة في الكشافة اللي بيكتشفوا اللعيبة الصغار ويبدأوا ينموا المواهب عندهم ويدخلوهم النوادي فيبقى لاعب كبير ومشهور. حضرتك كنت واحد من الكشافة دول ربما بالصدفة. واكتشافك للهضبة الفنان اللي النهاردة يعتبر من الناس اللي محافظة على تواجدها في المجال انه من الاوائل يعني. الهضبة عمرو دياب ايه قصته معاك؟ انا اجيب لك من الاخر عشان انت عارف انا بحس بايه. انا ماشي بعربيتي لقيت ايه عمرو متصور بالفانيلا اللي بحملات فانيلا الداخليه اللي بحملات. وقفت العربيه وقعدت اسقف. قلت لما يكون عندنا ناس الشباب بيمشي وراهم ويبينوا العضلات وكده هيودوهم الجيم بدل ما يودوهم الغرزه. ما انت ممكن تاخد الشباب في حتتين. يا في الايجابيه يا في السلبيه. فده انا لو كنت من عمرو كان فرض اتاو على كل جيم اتفتح بعد الصوره دي. لان بعد الصوره دي اتفتحت جيمات يعني ما انزل الله من سلطان. وهو كان السبب. نرجع بقى مجموعه ده الاحترام بتاع الفنان اللي يبقى يحمل طاقة إيجابية
للمريدين بتوعه والناس اللي اتنين هو هو ده اكبر مطرب مبيعاتا في العالم العربي كله بل في العالم الاسلامي بل انا بروح امريكا ساعات في الديسكوهات بعد ساعة اتنين كده يروح مشغلين بقى ما بلاش نتكلم ويطلع الستات الامريكان يرقصوا هم خشب طبعا ما بيرقصوش ولا بيتنوا ولا بتاع يعني ايه حركاتهم لمؤاخذه في دي كلمه يعني مهم هنا الست المصريه لمؤاخذه يعني اعجوبه نعم اعجوبه فطبعا ايه انا اقول لك ان هو له تاثير على مصر يعني واللي ما يعرفش كده يبقى مش واخد باله لان مين اكبر واحد مبيعاتا في الشرق الاوسط عمرو دياب يبقى لسه بلدنا بخير ولسه فيها صحه اكتشفت ده جوه عمرو دياب وهو شاب صغير طبعا لان هقول حاجه انا الناس بتجيلي انا ما بروحش اكتشف ولا بتاع انا قاعد هنا في الحته يجي واحد يقول لي انا دكتور وهتخرج وذا هبقى نجم زي بعضه مش هبقى نجم اديني هرجع دكتور تاني اقول له اتفضل يعني لو اخذ الكلمه خد الباب وانت ماشي يقول لي ليه اقول بص اللي عمل توليفه النجاح في الدنيا هو طارق بن زياد لما حرق المراكب وقال لهم البحر من ورائكم والعدو من امامكم فاين المفر فتحوا الاندلس دي توليفه النجاح لو انت عندك حاله تسند لها مش هتنجح في المجال ده عمرو دياب من اول ما دخل عليا الاوضه بتاعتي في الاوتيل وانا كنت بقلع هدومي والبس بيجامه في بورسعيد في بورسعيد انا شفت لمعه اسرار في عينين انا عارفها اللمعه دي موجوده في عينين محمد منير اللمعه دي موجوده في عينين منى عزيز في عينين ايمان يونس اكون او لا اكون هي نقدر نقول ان هي لمعه التحدي تقدر تقول عليها لمعه الاسرار تقدر تقول لمعه انا ما عنديش حاجه اخسرها انا هكسب على طول الخط بس انا لفت انتباهي وحضرتك بتتكلم انه الفنان هو من له جمهور مش طبعا. شرط انه يكون بيطرب الناس او حتى بيسمعهم كلام حلو لا اصل كلام حلو دي فيها وجهات نظر كويس انا مثلا ايه عملت فرأيي انا دستور الفتاه المصريه بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحه يبقى مش بالحلاوه لا عندي لبس اخر موضه ولا في الاوضه صوره لنجم عينه سودا ومنشور صحه وجراحه يبقى ايه مع مش الهدوم ولا في كلامي بتدلع ولا بتصنع ولا عمري اوعد واطمع ولا ادي ادم تفاح يبقى مش بالدلع والتصنع نعم كويس اصل الحقيقه من صغري جد وطغري لو حد قال لي كلام مغري اطير بقلبي سواحه واهرب من النظره انطالت من عيني مالت ببص للبعد التالت يا سلام الاقي فيه كل الراحه مش معنى كده مش طبيعيه او رجعيه بصراحة قامت وعية من أمي أصلها فلاحة يا سلام دستور فتاة المحترمة المصرية فتملها الأغنية دي يمكن ناس تقول لك إيه ده وبيدينا مواعظ وإرشادات المنتج قال كده قال الشريط ده مش هينجح وأنا رهنت قلت له ده هينجح وكسر الدنيا مفيش أتوبيس رحلات بنات وزمان ما بيغنوش الأغنية دي والأهل راضيين عنها وكل لكن قصة الجمهور هل الجمهور وحده هو الحكم طبعا على الأغنية طبعا يعني النهاردة تجربة تسمع عن حسن شاكوش طبعا شايف تجربته النهاردة ازاي يعني هذا شاب مصري وصل رقم 2 على مستوى العالم في الساوند كلاود في أغنية شعبية بنت الجيران شايف تجربته ازاي انا ما اقدرش اقول لان فيها حاجات برضو ايه قالوا ان في حته فيها متاخده من اغنيه فلان لا حمائي فانا مش هخش في الموضوع ده بس هقول لك على حاجه مهمه جدا هو جه في برنامج تلفزيوني وقال انا دفعت 1,000,000 جنيه ترويج للاغنيه يبقى اذا انت عارف الترويج ده قصته ايه انت بتدفع كل يوم بتدفع كل يوم 2 دولار ما قيمته 2 دولار 4 دولار حسب مقدرتك لمده وبتختار الجمهور بتقول انا عايز من مثلا فئه عمريه كذا ايوه والمنطقه الفلانيه الجيزه الاي ماركتنج ايوه وبعدين لما انت بترمي 1,000,000 جنيه ريسكي
لكن الظاهر انها ما بقتش ريسكي. بقى هو ده السبيل الوحيد للنجاح. وانا سمعت قبل كده برضه والعهد عراوي اللي قال لي ان اغنيه ثلاث دقات دي برضه دفع فيها كتير قوي ترويج. كويس. بس هو في بس حاجه انا اقول اللي يعتمد على ده يمكن ما يقدرش يقرر النجاح. لكن انا اتمنى له للاستاذ شاكوش انه يحقق النجاح. النجاح زي ما حضرتك بتقول هو استمراريه، يعني مش ان انا اعمل حاجه وبس، مش كفايه طبعا. يعني بس دي ظاهره، يعني ربما اكون انا ما بحبش هذا اللون من الاغاني، الاغاني المهرجانات والاغاني من هذا النوع، لكن ما نقدرش نقول لاهل الخبره زي حضرتك ان دي ظاهره تستاهل ان احنا ندرسها. بس انا عايز اقول حاجه، ان الاغنيه فيها نوع من الادمان. انت بتسمعها كتير تدمن تسمعها. واللي قال الكلام ده بيلا بارتوك المؤلف العالمي ده. قال انا لو اديتك سلم نشاز فاول مره تسمعه تمج وما تحبه، تاني مره تالت مره رابع مره تبتدي تسمعه تقول هو ماله، بعد كده تحبه وما تحبش السلم العادي. كويس. نعم. الحكايه دي برضه في الاغاني. انا لو وديتك اي اغنيه وسمعتها لك كتير، واللي كان عارف الموضوع ده استاذ محمد عبد الوهاب كان في الاذاعه يخلي اللحن الجديد يتذاع كتير على ما الناس تالفه. نعم. لكن حضرتك لما بتسمع هذه الاغنيه بنت الجيران بتقيمها ازاي؟ كتقني. أنا مش ناقد فني. لا كعازف كموسيقى و لا لا لا، انا هقول حاجة، انا كزميل احترم جدا النجاح جدا جدا جدا. ما تقوليش احنا وصلنا لايه احنا إيه؟ لا. انت شوف علماء التنمية او علماء الاقتصاد بيقولوا التنمية ان تصحى الصبح يبقى فيه فول وفيه بيض وفيه قشطة ومربى وعسل ومش عارف ايه، وتسيب كله وتاكل الفول انت حر. لكن لما يكون ما قدامكش غير الفول يبقى مفيش تنمية. مصر بلد عظمى في الاغاني، عظمى. ليه؟ عندك اغاني بتحب التوك توك انت حر اللي هو المهرجانات، بتحب حاجات الميكروباص اللي كانوا زعلانين منها طلع لهم في رايهم هم اللي اوحش، وهكذا وهكذا وهكذا. عندك فبقى في تنوع طبعا. انت بقى الجمهور بتقول ده عاجبني خلاص. على فكره مفيش مرض، انت بتطلع من جيبك وتشتري. تمام. وده الحزب الوحيد القائم على الشعب. زي ما الجمهور بيختار كمان احيانا الملحن بيختار يلحن لمين وماله. يعني لو حسن شاكوش النهارده او عمر كمال الشباب اللي غنوا الاغنيه دي، لو يعني وصلوا لحضرتك هنا وطلبوا منك انك تلحن لهم اغنيه انا من عندي قبل عندي الحن لهم، بترحب يعني؟ طبعا. هقول لحضرتك ليه. خليك معايا بقى ده. ما عندناش نوت مؤدبه ونوت قله الادب. تمام. النوع المؤدب وقليل الادب الكافر والمؤمن والحاجه دي في الكلام. احنا ما عندناش ابدا حاجه، فشيل الموسيقى من المعادله. بس يشترط لو جم عشان الحن لهم يجيبوا لي نص كويس عفيف. صحيح. لان انا عايز اخش البيوت. وانا ما اظنش ان انا اقدر اخش البيوت لو جابوا لي مثلا نص زي اللي اتغنى حاجه بوسع بنت. لا. ترفض انك تلحن نوع من هذا اللون، سيما انه حضرتك تعاملت مع نجيب محفوظ كاديب، صلاح جاهين كان بالنسبه لك انطلاقه يعني عمالقه في الكتابه، فانت شايف انه النهارده قد يكون في انحدار في مستوى الكلام. هو الكلام لان هم فاهمين غلط ان الكلام اللي فيه بيقولوا عليه فنكيعه او يقولوا عليه في اسمه ده مش عارف ايه ولا كده، يعني كلمه التشد الناس. لا. مش هو ده النجاح. النجاح مش كده. انا عايز اقف عند مشهد وحضرتك في ندوه في واحده من الكنائس، وقف شخص وقال لك الموسيقى حرام. كان في رد قوي من حضرتك عليه. لا مش خايف، ده رد بسيط. انا قلت له روح المطبخ هات سكينه بصل ودبها في قلبك لانه عمال يعمل توتوب توتوب توتوب. ربنا خلقك بايقاع. يا سلام. والايقاع ده لو اختل هتروح للدكتور يظبطهولك. انت عارف ان انا بتكلم على الاوديو دلوقتي يعني. صحيح. لو ضربه ثالثه يقول لك ده في لغط في القلب، لا اقعد بقى وخد حقن وخد وخد وخد. فاصل الحياه الايقاع. حسيت بإيه وقت تكريم المصري رامي يوسف
في جولدن جلوب وهو بيتكرم على نغمات وألحان لونجا 79، وهذا تكريم عالمي يعني الواحد من أبناء مصر، حسيت بإيه وإن هو بيتكرم؟ طبعا لازم تعرف بقى حضرتك ان انا اتفقت معاه على الحكايه دي من اكتر من 5 سنين قبل المسلسل بخمس سنين. هو ما خدوا على فكره الموسيقى كلها بتاعه المسلسل انا اللي عاملها، فهم طلبوا مني موسيقات معينه انا عملتها، وقالوا لي هناخد اللونجا دي نحطها في البدايه في التتر البرنامج ماشي. لكن كان له اسم مؤقت انا مش فاكر كان اسمه ايه، رامي يعني؟ لا ما كانش اسمه رامي خالص. امتى بدلوه رامي ما اعرفش، بس خدوا الحاجات وانا بقى ايه، انا بنسى لان انا حاطط عين على الماضي وعين على المستقبل. انا عين على الماضي وعين على المستقبل لان ما فيش حاضر. الحاضر ده خدعه من خدع اللغه، مفيش حاجه اسمها حاضر. اشرح لي يعني ايه عين على الماضي وعين على المستقبل. ما انا هقول حاجة. اينشتاين قال نعرف كل حاجه بالزمكان. هاني شنودة قاعد هنا الساعة 2 في المكان ده، لأن قبل كده يمكن ما يكونش جه، بعد كده يكون مشي. فالمعارض له أوبنهايم قال له أنت ما تقدرش تقيس الزمن، الزمن ده ملوش دعوة بيك ولا إحنا لنا دعوة ولا نملكه. قال له إزاي؟ قال له بص بساعتك الساعة كام؟ قال له 9. قال له بص تاني، قال له 9 ودقيقة. قال له احنا بنتكلم في المستقبل، مفيش حاجة اسمها حاضر، لان وانت بتتكلم المستقبل جه وانت مش دقيق، انت بس اللي مش دقيق، لكن ساعتك دقيق. انا اعتقد انه ده كان سر انه يصعد على سلمك وسلم الحانك مجموعة من النجوم اللي النهاردة بيحققوا رسالة ليها هدف، موسيقى مختلفة. أنا بعتبر أنه قصتك قصة نجاح، يعني أنا بشعر أن أنا مش بس أمام موسيقار وعازف، ولكن شخص يعني فيلسوف كمان، وربما تكون اكتسبت الفلسفة والحكمة من هذا المشوار. احنا وصلنا للمرحلة الأخيرة من هذا الحوار الجميل والممتع، وبالمناسبة ممتع جدا أنه يبقى فيه موسيقار ألحانه حلوة وكلامه حلو، يعني ما تملش من كلامه. المرحلة دي بتتطلب أنه الأسئلة بتكون إجاباتها قصيرة، نقول يعني ألحان كده إيه قصيرة. حلم يقظة بتحلم به ولم يتحقق حتى الآن؟ والله إن أشوف بلدي أحسن من امبارح. أقرب الأصوات لقلب هاني شنودة؟ لا ما أقدرش، ده كتير ساعات الناس كمان ما لحنهاش. هو في، أنا هقول بقى حاجة تانية، في 3 مدارس غنى في مصر، محمد منير، عمرو دياب، علي الحجار. هل ترى انه علي الحجار اخذ حقه؟ لا طبعا. شايف عمرو دياب النهارده ازاي؟ شايف عمرو دياب من اهم الناس الوطنيين في مصر. تقول له ايه في جمله واحده؟ اقول له برافو عليك، انت رافع راسنا ولغايه النهارده لما بيقولنا بقى عندكم مش عارف اللي بيغني يقول هاتي بوسه يا بت، اقول لهم بس عندنا عمرو دياب اكتر واحد مبيعاتا في العالم العربي. لو النهارده بنسالك عن اعمالك اللي بتلحنها، ايه اللي بتعكف عليه الان؟ والله انا يعني اليومين دول بعمل فورميشن من مطرب ومطربه، نروح بيه كل دور المسنين عشان نعزف لهم ونخليهم يغنوا معانا ونخليهم يتحركوا، وهناخد من الهلال الاحمر الدكتور يقيس لهم الضغط ويقيس لهم السكر وينصحهم نصائح معينه عشان ما يحسوش ان هم زي خيل الحكومه بعد ما طلعوا معاش بيقتلوهم كده بالاهمال. افضل هديه اتقدمت لك؟ دي ما انتش هتصدقها، مع كل الجوائز وكده، انا كنا بنتغدى في حته وبعدين جه الجرسون وقال لي في واحد ساب لك الرساله دي، رساله مكتوبه على منديل ورق، هيقولوا لك انت شرقي انت غربي ما تسمعش كلامه، احنا بنحب الحانك، معجب بجميع الحانك. فين الراجل ده؟ قال لا ده قال ما تديلوش دي الا ما يمشي، قال مجوزها عندي. يا سلام. لو في جمله واحده توجهها النهارده لوزاره الثقافه بخصوص العزف والموسيقى، تقول لهم ايه اللي انت محتاجه؟ اقول لهم الله يكون في عونكم الميزانيه
وكلها المرتبات. لكن أنا طالب منكم طلب. واحد يقعد بكشكول على قهوة وتنقلوه من قهوة لقهوة ويكتب اللي مكتوب على الميكروباصات وعلى التكاتك، لأن ده وجدان الشعب المصري وحاجة من ثقافة الشعب المصري اللي احنا ما نقدرش. وإذا ما عملتوش حكاية دي هعملها أنا، أقعد كل يوم جمعة على قهوة وأكتب. يعني لما يكتب مثلا واحد يقول لك نظرة حسد ولا عضة أسد، أو عضة أسد ولا نظرة حسد، دي في منتهى الجمال. مين ده؟ مش عارف. نعم. ما لهمش أمان الفرامل، وانتوا هتبقوا عارفين التاني. مش عارف يعني. أيوه. ناس وناس دم خفيف بشكل مش عارف. نعم. واحد كاتب على الكواس بتاعه السيارة للمبيع نقط استريحته. ايه خفة الدم دي؟ الدم ما تقوليش بقى. صحيح. ده انتوا سايبينه ليه؟ ما انتوا وزارة ثقافة. صح. في جملة واحدة هتقولها وتوصف بيها كل اسم من الأسماء دول. نجيب محفوظ، بداية البداية. صلاح جاهين، صلاح جاهين العمر كله. نجاة الصغيرة، قمة في الفن من شعر رأسها لغاية ضفر رجلها. فايزة أحمد، جنون الفن. جنون الفن. الكينج محمد منير، أنت رفعت رأس النوبة ورفعت رأس مصر كلها. أنا سعيد جدا بالحوار ده، وعايزك بس تلخص لي هذا المشوار المليء بالنجاح في جملة تقول ايه؟ الحقيقة لا انا حاسس بنجاحي ولا انا بقعد افكر فيه. نعم. افكر في المستقبل هعمل ايه، واذا كان ربنا هيسر لنا شوية من العمر ان شاء الله نسعد كل الناس اللي هم المسنين، لان حاسس ان في نوع من لما رحت زرت ناس معينين اصحابي واحدهم لينين الرملي الله يرحمه رحمة الله عليه ويدخلوا فسيح جناته، لقيت ان في نوع منهم حاسين ان الناس مهملاهم. وانا ما رحت ازوره باقي الناس كانوا لا ده في واحد جاي إيه لا مش عجيبه لا ده انا هعمل كده كل يوم جمعه بعد الصلاه استنونا في حته ثانيه. انا سعدت جدا بالحوار معك، تشرفت جدا بيه، ولا تتخيل حالة البهجة اللي انا يعني اشعر بيها. وخلينا نختم هذا اللقاء بعزف نختم بيه الحوار من ذوقك الجميل. انا هلعب لك بقى ايه معلش يعني بعد اذنك. اتفضل. حاجة انا كنت مسميها لونجا 79. التلفزيون حطها او المخرج، الحقيقة مخرج بديع، حطها في برنامج اسمه كاميرا في الملعب. فالناس عارفاها بانها كاميرا في الملعب، ومن برنامج ده انا هغير الاسمين دول واسميها رامي يوسف لان